انتو حاولوا تشتبكوا بالعدو، ما تخلوا العدو يطلع ولو كان مش بالبقعة تبعكم إلا ما تشتبكوا فيه. الإرهاب لا يتكل على الأعداد الكبيرة، اقتل شخصا ترهب 10,000، هذه القاعدة. أكبر عمليات بتاريخ لبنان انعملت بغياب الجيش السوري. حربنا الإرهاب، حربنا إسرائيل، ما حدا قادر من كل الدول العربية. طب ما فينا نعمل ديمقراطية؟ لا، إنه صار في عنا معارضة، موالاة، مقاطعين، صار في ثلاثة. منين إجت هي؟ إذا كان رئيس جمهورية محدود بطائفته بس، ما 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 راح يستمر رئيس جمهورية لبنان مسيحي. ترقبوا إعادة حلقة الحوار الخاصة مع فخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان الليلة الساعة 9:30 على شاشة تلفزيون لبنان.